ازاي تقول بالانجلش احتمال ممكن مش بعيده يعني جايز. اشهر واحده انت عارفها ميبي ميبي ربما. في بقى حاجات تانية كتيره ممكن ما تكونش بتاخد بالك منها، خد بالك منها بقى. اول واحده perhaps، perhaps اللي هو احتمال. perhaps I will do that، ممكن احتمال اكون هعمل ده. perhaps I'll do that. واحده كمان حلوه جدا possibly، possibly مثلا possibly you think I'm joking. برضو عندنا might، might you might win، انت ممكن تفوز. مايت هنا احتمال ممكن. في بقى حاجة مش حرفية او برا الصندوق شوية اللي هي there is a good chance، there is a good chance you will win. هي مش معناها هنا ان في فرصة كويسة انك تكسب، لا هي في احتمالية انك تكسب. there is a good chance you will win. في برضو it could be، it could be، ودي معناها اللي هو زي ايه، هو ممكن يكون الموضوع كده فعلا. يبقى انا عندي maybe، perhaps، possibly، it could be، might، there is a good chance. الحاجات دي انا بقولها لك عشان تستخدمها في المحادثات بتاعتك العاديه، حتى لو هتعمل ميكس بين العربي بتاعك وتقولها في النص، وبرضه بقولها لك زياده معلومات، ممكن تكون فرصه ان انت تتوسع او تعرف مصطلحات انت محتاجها في حاجه معينه. ايا كان اتمنى اكون بفيدك يعني، وبالتوفيق. سلام.